مساء الخير على حضراتكم متابعينا متابعي موقع ومنصة أبو كبير ميديا. أنا عاوزك تخليك معايا في اللايف ده من أول ثانية لآخر ثانية. ده جاكيت قديم عندك، أيا كان جلد أو أي أنواع تانية من اللي هي الأصواف المختلفة اللي هي بتغطى بالجلد، ده خلاص هيترمي. أنت شايف المنظر، خلاص ما عادش فيه أي فايدة فيه. أقول لك النهاردة في سر، هو واحد بس عند عم مصطفى شكر في مدينة بيلة في محافظة كفر الشيخ، في وسط مدينة بيلة في مدينة كفر الشيخ. الجاكيت اللي انت شايفه ده هيرجع زيرو، هيرجع رقم واحد، ده هيبقى حاجة زبور. ازاي؟ السر والخلطة والتفصيلة والحكاية والرواية والقصة من اولها لاخرها، ده سر الصنع. ده التفاصيل بتاعته، شايفين المنظر؟ شايفين المنظر؟ ده منظر خلاص اتهالك. طيب الراجل ده فريد من نوعه، ده يعتبر اصل الحكايه وحكايتها الرويه. هنوري لك ده الشكل بتاع الجاكيت وهو خلاص هيترمي، وازاي بيرجعه زيرو احسن من المصنع. ده يعني عنده اسرار هتحكى لاول مره. خليني اقول لك كمان، تعالى شوف المنظر، ده منظر الجاكيت وده منظر الجواكت الثانيه كانت اصعب منه في الشكل، سواء شايف الجمال والشكل والحلاوه الدقه. هو ده نفس اللون، ده هو ده القديم، ده القديم عم مصطفى خلاها الشكل ده. انت مصدق؟ انا هقول لك معاه القصه والحكايه. عم مصطفى هيقول لنا التفاصيل، ربنا يديله الصحه. ده ثروه في اعاده الجاكيت الجلد مره تانية. عم مصطفى بنرحب بيك، قول لي بقى ايه الحكايه يا ملك الجلد، قول لي ايه الحكايه يا عم مصطفى؟ ده معقول الجاكيت ده هو الجاكيت اللي احنا شفناه هناك؟ هو ده نفس اللي موجود به. ده القديم اللي هو كان بايظ واحنا عملناه نفس ده. نفس ده؟ يعني راجع تاني بالشكل اللي احنا شايفينه. ايوه هو اللي انت ايه في الحكايه؟ يعني كانك انت اللي بتصنعه من جديد بشكل كامل. يعني دي التفاصيل بتاعته القديم. ده القديم الجاكيت المقشر القديم. واحنا فكناه وعملنا عليه جاكيت تاني جديد. نفس ده بالظبط هو اللي موجود ده. ده اللي موجود. هو نفسه. هو ده القديم وده الجديد. هو نفسه بشكله، يعني ده معقول راجع بالشكل ده اللي موجود؟ طب انت بتعمل ايه يا عم مصطفى؟ انت بايه؟ احنا بنفك. انت في ايدك عصا سحريه ولا ايه؟ احنا التفاصيل احنا بنفكه خالص. عدت على كليه الهدر فرجعت الحاجات. الحمد لله. الحمد لله. والله احنا عرفنا الشغلانه دي في الاردن. خلينا كده، احكي لي كده قصتك كده، رجع لي كده بالذكريات. احنا تفاصيل بدايه تعليمك. كنا مسافرين بره ورحنا الاردن فشفنا. كان عندي ايام 40 سنه. كان عندي 40 سنه. كان عندي 40 سنه ورحنا الاردن. فشفنا الشغل ده في الاردن. لا لا لا، انا عاوزك تحكي كده، كنت طالع الاردن بقى اكل لقمة عيش. وبعدين اتعلمت مين اللي علمك؟ احكي لي كده. اتعلمنا في الاردن. اتعلمنا في الاردن شغله الجلد مع الحاج ابراهيم. مع الحاج ابراهيم كان هناك. انا مش دعوه بالحاج ابراهيم، كان هناك معايا واشتغلنا الجلد هناك، وجينا هنا في مصر اشتغلنا فيه. انت اشتغلت الجلد ازاي؟ مين اللي ادالك الفكره؟ شفت الناس هناك، رحت اتعلمت؟ انا شفت. طالع من هنا ترزي. خليك معايا كده. انا ما كنتش ترزي، انا كنت في الجامعه اصلا معايا كليه التجاره. وطلعت بره فشفت ناس بتشتغل في الجلد، يعني من الحسابات للجلد. اتعلمت معاهم وعلمتهم انا بعدها. اتعلمتهم بقى. مين اللي علمك؟ انت رايح اهو محل واحد يقول لك مصطفى راح. ايوه راح عليا. الناس كانت دلوقتي، انا رايح دلوقتي طالع على باب الله اشتغل. شفت ناس بقى شغاله في الجلد. رحت على محل قلت لهم رحت معاهم. لا، ناس كانت شغاله في الجلد واشتغلت معاهم. قلت ما انت مالكش في الصنعه. ماليش في الصنعه، فانا شفتها عجبتني فاتعلمت منهم بسرعه. اتعلمت منهم اتعلمت الشغلانه بسرعه. يعني الاردنيين اللي علموك القصه؟ ولا مصريين؟ مصريين هناك. مصريين هناك واردنيين برضه. الشغلانه دي بتحتاج لوقت شغل. بتشتغل بتاخد وقت ومجهود كبير. طيب انت ازاي الجلد ده اللي انا شايفه بتفاصيله بهرولته ده اخره كده لو رميته في الشارع ما حدش هيشيله؟ والله انا شفت الجلد ده، انا اللي فكرت فيه. يا عم مصطفى ان هو ده الجلد اللي هناك. والله هو والله هو نفسه بالظبط. هو بجد. لا هو بجد عشان الناس. لا لا بجد والله بجد. هو نفس اللي ده هو ده، وفي زيه كمان هناك اهو. خدت بالك؟ انا شفت الجلد ده، انا فكرت من دماغي ما حدش علمها لي. عشان الناس داخله تكون تديله فرصه. معلش ما تاخدش ماشي. انت طالع من هنا تاخد لهم تعيش. احكي لي بالراحه. انا وانا طالع من هنا لقيت الناس شغاله في الموضوع ده، فانا دخلت معاهم. يا عم انت ما كنتش بتعرف تشتغل؟ ما كنتش بعرف. انا شفتهم بيشتغلوا فدخلت معاهم. رحت بالراحه. انا رحت كده جاي في المحل اهو عندك. رايح بسالك عندك فرصه شغل، انت بتشتغل ترزي؟ قلت له لا. انا عاوز بس اتعلم الشغلانه دي، عجبتني. قال لك تعالى. قال لي تعالى. فاتعلمت الشغلانه في مده بسيطه، يمكن اكتر من شهرين بس. شهرين شهرين اثنين. بس
انت بقيت صنايعي صنايعي كويس جدا واتعلمت وعلمتهم بقى انا كمان. علمتهم. ديت الفكره بتاع الجواكت دي ما كانش حد يعرفها. انا اللي اكتشفتها. وجبت جواكت هناك مقشره زي ديت وعملتها فمشت العمليه معانا. فلقيت الامور ماشيه فلقيتها كويس. جات لك الفكره بدات تضيف لها ايه؟ بتغير ايه بقى؟ بشيل الجلد ده واعمله جلد طبيعي. تاني. واخد الاكسسوارات بتاعه الجاكيت لان الاكسسوارات حلوه. فبستعملها تاني في الجاكيت الجديد. حسب رؤيه الزبون. حسب رؤيه الزبون وحسب طلب الزبون بقى. ونعمل له كل الالوان اللي هو عاوزها. يعني انا لو قلت لك جاكيت مهلل زي ده وقلت لك رجعه لك رجعه بعد قد ايه؟ 20 يوم. زيرو. زيرو بيرجع الجاكيت جديد. نمبر 1. حاجه زبون. ان شاء الله. طيب. بياخد يعني تكلفته بتكون بسيطه ولا لو انا اشتريته جديد يكون افضل؟ لا وبالنسبه لنا احنا بيبقى احسن. أفضل. انما تشتريه من بره غالي. بيشترى غالي. انتوا بتعملوا مصنعيه. بنعمله مصنعيه. على المخرطه. ايوه. زي الزبون مع بنشتري الجلد وبنعمله. بنشتري الجلد لكن القماش بقى اللي هو في الجاكيت زي ما هو بنستعمله. بتستعمله. بنستعمله اذا كان نظيف بنستعمله. طب ورينا كده بعض الجواكت اللي انت ركحتها بريمو. قدامك اهي. لا ودي برضك لا دي لا, دي لا هي دي بقى كانت مقشره. هات له الجاكيت ده. عطينا الجواكت ده كده. ده مقشره. الناس عاوزه تشوف ده واحد ده عريس باين عليك. ايوه عريسي. انت جايب جاكيت ولا شارب جديد؟ الصلاه على النبي تعالى كده عشان تشوفك حتى لو انت عريسي. ايوه ماشي امسكه كويس من فوق. ده امسك كده الجاكيت وبص على بتغير بقى كل حاجه فيه يا عم مصطفى. ده كان مقشر وعملته جديد. وموجود القديم بتاعه موجود. موجود برضه. ده كله كان مقشر ومعمول جديد كله. وفي جوخ كمان بنعمل جوخ كمان. يعني انت بتعمل كل حاجه. كل حاجه يعني جوخ كمان. في جوخ كمان اهو. في جوخ كمان اهو. ده ما شاء الله. ده برضه كان مقشر وعملناه جوخ حسب طلب الزبون. زي اللي احنا شفناهم دول. حسب طلب الزبون. حسب طلب الزبون. يعني حاجه غريبه لكن ما شاء الله ربنا يديك الصحه. والاصبر ده برضه جوخ اهو. الجاكيت اللي الجواكت القديمه اهي. ايوه. يعني دي لسه ما تفكش اهو مقشره. ايوه. ده هيتعمل جاكيت ده. ده منتهي خالص. منتهي خالص ده هيتعمل واحد. يعني هيتعمل جديد. وده نفس القصه. وده نفس القصه ده اتعمل خلاص. النبيتي ده اتعمل اللي هو اللي هناك ده. اللي هو النبيتي اللي احنا هو ده. هو ده. يعني قول لي بقى يا عم مصطفى اقعد كده اتفضل. ماشي. الناس دايما بتجي لك من هنا من كفر الشيخ وبره كفر من الشيخ. كل مكان عشان يعملوا الجواكت من كل من بره مصر كمان من بره مصر من بره مصر كمان بيبعتوا لي بيرسلوا على طول. انت مكانك هنا في بيلك مدينه بيلك وسط مدينه بيلك في وسط مدينه عند مزدقان البوسطه دي ده كفر الشيخ بوسط بيل رقم التليفون 010 65 228 297 الجواكت دي بقى بتاخد منك كام يوم عشان ترجع زي ما هي كده؟ يعني 20 يوم 20 يوم 20 يوم الجاكت بياخد 20 يوم. في جواكت اثمنها غاليه فالناس بتيجي تقول لك والله كل واحد حسب امكانياته اللي بيحتاج مثلا جوخ بنعمل له جوخ اللي بيحتاج جلد طبيعي من اللي بيطلب انا ما اقصدش كده انا اقصد ان الناس بيبقى الجاكت عزيز عليه فبيجي يقول لك والنبي رجعه له حد هيجي برجعه له برجعه له زي ما كان بترجعه له واحسن من الاول كمان واحسن من الاول كمان يعني الناس بتطلب تليفونك كله اقوله تاني 010 65 228 297 الجواكت ده ممكن انت تغير في الستايل بتاعها اغير حسب طلب الزبون حسب طلب الزبون هو اللي بيطلب اغير اللي هو عاوزه اللي انت عاوزه لو عاوز اي موديل بعمله له بتعمله له عادي مفيش مشكله مفيش مشاكل اذا انا وحريمي ورجال كل حاجه اذا عم مصطفى بيرجع القديم زيرو ده طب قدامنا الصوره بألف كلمه الصوره بألف معنى ادي الجاكيت القديم وادي الجواكت اللي تم تجديدها وخلاها زيرو وكمان حط لها بطانه وحط لها تفاصيل وحكايه وروايه دي القصه من الالف للياء احنا حبينا نقول لكم الصوره هو في مدينه بيلا في وسط مدينه بيلا تبع محافظه كفر الشيخ كمان هو يعني العم مصطفى شكر ده واحد يمكن من القلائل جدا اللي في مصر اللي بيعملوا الشغلانه دي الجاكيت اللي انتوا شايفينه قدامنا ده هو المؤلها اللي خلاص انتهى ده وانقرض خلاص وهيترمي حتى ما ينفعش ان انت تعمل له المطبخ راجع زيرو راجع بريمو راجع رقم واحد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده صنايعي على طريقه من طراز خاص صنايعي بريمو كمان التبطينه بتاع الجاكيت بيعدلها وبيغيرها
من الألف للياء. تفاصيل القصة والحكاية عند عم مصطفى شكر. شكرا لكل متابعينا، كان معكم صحفي الموقع خير الله فؤاد. شكرا لكل متابعينا، متابعي موقع ومنصة أبو كبير ميديا.